اهلا فيكم مره ثانيه في قناه عبود بي جي، ونكمل تختيم لعبه سايلنت هيل ريميك 2 ريميك. طبعا وصلنا الى المستشفى ودختونا داخلين عالم النايتمير بعد ما واجهنا الباص الموجود في المستشفى. الحين نشوف وين بنروح وايش بنسوي في المستشفى وفي نسخه النايتمير. طبعا جيت من هنا انا المكان، اول مكان فاضي جيت من هنا، رحت من فوق بعد ما واجهت الباص. كمل ونشوف ايش يصير. الباص من الذين خلص الرصاص حقي. اروح للاليفيتر الليفت تحت، ما في زر، فنروح الطابق الثاني. يعني يبغونا نحصل زر عشان نروح الى ال وش يسموها القبو. اي احنا في الطابق الثاني. طبعا نروح الى سي 5، هذا المفروض لا تكون فيه ماريا. ماريا ماريا قفل. اوكي اذكر هذا المكان في العالم الحقيقي، هذا الليفت كان ما يشتغل، فالحين اذكر وين انا بالضبط. اوه شيت. اوه هذه عندها سكين. كمل على هذا. اسمع الاصوات زياده. علاج بعد ما استخدمنا نايس، على طول رجعوا لينا. اوكي دخلت انا من نيرسز لاونج. مقفل اصلا، ما نقدر نروح من هنا. يمدينا. عالج بالكامل. قاعدين يعطوني شات جان، ابغى استخدم الشات جان ضد المضررات. لو ندور هذا مسكر فنرجع من هنا. اوكي الدرج مو مسكر، بس خلينا نشيك على هذا. الباب مسكر لكن قبل لا انزل خلينا نشيك على كامل هالطابق هذا بما ان هالمكان كله مسكر، واشوف اصلا لا اقدر استكشف هالطابق هذا. ممكن ما اقدر. هذا شيء غريب، هذا المفروض يكون كان في الثلاجة. اوه هذا الصندوق.
في اكثر من شو اسمه قفل، ثلاثة قفال، هذا وهذا وهذا. اوكي يبغون الان نحل هاللغز ونفتح الصندوق ونشوف ايش فيه. عندنا جهتين، هذه الجهة وهذه الجهة، خلنا نروح من هذه الجهة. وين رحت انا؟ اي هذه الجهة. وين؟ هذا يمدينا ندخل، يبغى لنا طاولة. حالات الشات جان، طلقة واحدة وماتوا. دقيقة وين سي فايف؟ سي فايف اللي موجودة فيه ماريا. في شي زي اللي هنا مرتبط بهالمكان. دقيقة هنا مفروض في باب لـ L2. اوكي يبغون نفتحه من الجهة الثانية. انتبه لا يكون في احد هنا. المفروض ورانا الدرج اللي يودي للش اسمه، بس ما نقدر ننزل من هنا. اشوفك يا حمار. خلينا نحافظ على الشاب يلا نخلصه. وين الصوت؟ اوكي في صوت بيب بيب. وين الان؟ اوكي طار يسار مسدود، يبغى لنا مفتاح عشان نفتح هذا الباب. هذا مسكر. اوكي خلصنا من هذه الجهة، نروح للجهة الثانية. ليان ليان ادري اسمه جيمس بس انا امزح. كيف ادخل L2 مسكرة من كل مكان. لحظة اقدر اركب من هنا واقدر اروح L3. ما اقدر اسحبه، هذا محطوط هنا عشان النط بس. من هناك نحتاج طولة عشان النط هناك. اوكي ليتس جو. حبايبنا الممرضات اكره هالعدو، اكره شف اللعبة لحد الان. حيوان يتغبى ويجريك بشكل مباغت وحين ظلمة. خير طفي الليت.
Don't play with me. عندنا اروح الى هالجهة هذي. بس دقيقة. قاعد. وين وداني؟ اوكي طلعني من هذه الجهة. المكان صاير معقد مرة. معقد بس جميل. شوف هاش ايادي. ما تصوت. هذا شورت كت؟ يس اوكي اوكي فتحنا شورت كت. جينا من هنا. وين العدو اللي كان يركض؟ انا خايف يطلع لي يخوفني. انا نروح هنا اول شيء. وش راويني بالضبط؟ ساعة حبوب رسالة investigate. One year they've been watching me, so many bills they fed me. When a loud hour comes I tremble every time the lights falls. Investigate. اوه هذا حل. شوف الحل فوق كأنه فليب. 17 اخ فيها هذا حل. قاعد يعلموني دقيقة قاعد يعلموني شو اسمه يعلموني الحل. اقراه مرة ثانية. One year they've been watching me. One. اوكي رقم واحد. So many bills. With a loud hour comes, I tremble every time the light falls. One hour, تعال الحب الحب هنا كم؟ في ست الأور اللي هي هذي. أنا ما أنا شايف شيء. ما أنا شايف وين بالضبط هذا يأشر. Watch it go dark. Watch it go dark. اثنين. كان مفروض حل واحد من الأقفال بس للحين ما عرفته. هذه الساعة. الساعة كانت تأشر إلى 8 أو 7. واحد 6 2 2. نايس. حلينا واحد من الاقفال او فتحنا واحد من الاقفال. الحين لما نسوي ننزل من درجة ونركب. افضل اني اركب بس نشوف ايش بصير. بس سوي سيف عشان لا نموت ونرجع ونتعب نفسنا على الفاضي.
ما نقدر نروح تحت زين يعني بس نقدر نروح الطابق الثالث. المكان كله معكوس. Oh, how we danced, arms flailing, our bodies in perfect synchrony, I don't know, and the music played, but in any dance, there comes a time one must take the lead, and the music got louder and louder, pounding, piercing, and then silence. Silence. Okay, هذه غرفة الأشعة. Okay. Okay. Mannequin على قولتهم. أخذ المطرقة. Okay. يبغى انا استخدم شيء لعينه. اوكي كان الحمار. شوف الحمار المتغبي. عندي انكسر هالجدار. Ready your shotgun, James. Album. Oh. إلى الجحيم ونحن ذاهبون. Okay. كيف صابني ما أدري. الحين احنا في الطابق الأول يا حبيبي. Okay. Okay. أعرف وين أنا هذا في هذا الكافيتيريا أتوقع. المفروض انا في الكافيتيريا بس هذا المطبخ. ها
عندك وياه جيمس. من وين جيت انا؟ دقيقة وين؟ اوكي من هنا جيت. ها اوكي، لا عشان لا انسى دورة الدرج. انا ما ادري وين انا. كافيتيريا ها؟ كنت ما اشوفك خلاص وعرفت اعرف لك الان ما ت... جاي باخذ العلاج عزيزي. خلاص هدي الراستروم بدخلنا الحمام كأنه. ايتم كي اوف بلاس حق ويش هالكي؟ دقيقة فور تاتشن ذا مايند. اوه هذا حق لاعب شو اسمه يدخلوا داخل الراس عشان يلمسوا مناطق من المخ. شك بس ما عاد اوه ليكون هذا نستخدمه على الدمية. خلينا نجرب نستخدمه على الدمية موجودة هنا. اوكي لابس اي كي جرب في الصندوق. اها حق الصندوق. بس باقي هذا كم رقم؟ 1 2 3 4 اوكي 4 ارقام. اوكي باقي لنا كيف نكتشف هالرقم ده. ما ادري كيف اكتشفه للامانة. اوكي هذا هو الشيء اللي ما سويته. لاندري روم غرفة الغسيل. ما انتبهت لهالجدار اني اقدر اكسره. Chance.
Oh. No. Stay down. 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 بعد واحدة. نايس. كفو عليك جيمسي. جيمسو. اوه عشان نستخدم العربية او الطاولة عشان ندخل هذه الغرفة. دقيقة. ايتم. في صوت جهاز. جهاز اللي يحطوه حق القلب او الى الواحد ما في صوت يطلع صوت. تيت 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 تيت. Shotgun ready? كده تأكدنا ممتاز يا جيمس. اتوقع ان نحصل الحل. ها ما شفتك. ما لكن بقول ان نحصل حل القفل في الغرفة المفروض ما من هالمكان نقدر نستكشفه. He's there again, looking, staring. He says he'll drag me. I don't know. I don't want to. What? I won't let him take me. هذا هو الجهاز اللي قاعد يطلع الأصوات. Director's office. Okay. مفتاح الدايركتور على قولتهم. وش الصوت؟ أو يا حبيبي فيها درج وما أدري إيش وما أدري ويش وما أدري هيش. أوه أمو علاج. نايس. سجل. اوكي ما في شيء. صوت المطر الجميل مذكر. There'll be no pain anymore. Oh. No pain, 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 no pain. اوه شكل الرسالة مقرف شوي. Up we go. هذا الطابق الثاني اللي احنا فيه صح. نروح الى الثالث. اوه مكان اول مرة نجيه. اوه I found 0050 in the ECT room again. This time I checked
He was not appointed for the treatment. How is it possible to he got there all by himself? And how would he know how to turn the thing on? Somebody going to answer for this. الباب انفتح. اوكي بدينا نشغلها. Treatment stretcher. طيب ليه هالحمام ده ما يفهمني ادخل المكان لأن حاطين يمدينا اروح الى الحمام. اوكي عندنا خلينا نروح يسار الناس ما مرضات وكثيرين. يسار ها ولا تروح يسار. قفل. هي بس سحبت على الجهة اللي من ديك الجهة. محرك دقيقة نرجع شوي ما شيخت لها الكم غرفة هنا. ايه انا كنت هنا صح؟ هذا المكان اللي قتلت فيه الممرضات. اوكي ما عندنا شي نسوي هنا. I won't trust until they are solved. I won't trust. I can't rest. I don't know how anymore. Okay. هذا المكان اللي جبنا الحمام. الحين بدي نشغل هذا. 3 6 5 9. ثلاثة ستة خمسة تسعة. اوكي ثانك يو. كده حصلنا الكود الاخير. وش ايش بيعطينا؟ لا كيف دقيقة اي ثلاثة
9 6 5 9 6 5 9 أوكي 6 9 9 6 5 9 نايس. Alright. كأنه مفتاح الموجود في الصندوق صح؟ No. فاضي. كان هالتعب على صندوق فاضي. اوه ايش هالباب اللي انفتح مره واحده؟ باب عليه تمثال شو اسمه مره في فمها حاجه. حق البيسمنت وين الليفت؟ هذا هو الليفت، هذا هو الليفت. خلينا نحفظ ونروح عشان نروح للقبو. بوم بوم نايس. Everyone, thanks for tuning in. Oh. Welcome to another exciting edition of Trick. أذكر هذا. وسألنا أسئلة ولا جاوبناها. Our questions correctly, and win a prize beyond your wildest dreams. Or you fail to answer correctly and receive the punishment. It's all in the hands of our lucky contestant, James Sunderland. James Sunderland. Are you ready to play trick or treat? Excellent. Here's your first question. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. مرض انتشر في سايلنت هيل. Bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. How many souls were lost during the plague? مادري. 67 اتوقع السؤال جواب السؤال الاول. One and only one road will take you towards the lumber yard and the cemetery. What is the name of that road? One, Bachman Road. 2 Munson Street. 3 Wiltsey Road. ما ادري. Sure as hell hope so. الشارع اللي يودي لل final question. الى المقبره. هذا سوليفان. سوليفان. Brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones. Splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loken. But what was the name of the other victim? Billy? Billy's sister. One, Miriam. Two, Heather. Three, Julia. الله ما أدري. ابغى اعرف الاجوبه. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness. دقيقة. الخريطة.
دقيقة. الخريطة وين الخريطة؟ هاري. What the hell was that? دقيقة، الشارع اللي يودي لسايلنت هيل. ويلتس رود، اوكي. اوكي، الحين احنا في البيسمنت. نايس. الله ينعلك. Lovely. عطنا المسدس بس، ما دي الرصاص. من وين جيت انا؟ من هنا صح؟ لا ما جيت من هنا انا. موت. اوكي. اروح سيده يعني. ظن هنا. هذا مكان الجنريتر. أشوفك. حمار. Salt. كأن هنا المكان مسكر. أوه. بس في غرفة ورا. دقيقة خلينا نشيك على الغرفة اللي ورا. مفتوحة ومسكرة، بس خلينا نشيك. سكرة، اوكي. تأكدنا على الأقل.
المسكر هذا. تعبتني المستشفى ما تتخلص. اوكي جينا من جهة ثانية. اوكي نايس. كوبر رين دبلة. اوه ماريا. ماري. اوه. ماري. اوه. سوري. ما بيعجبها. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway. What do you mean anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. I... So what about Laura? You found her? Hashat. Yeah, but she ran away. What? Yep. We have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. You know ما تعرفيها لكن. I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Come on, let's go look for her. وين جيت أنا؟ دقيقة دقيقة ما جيت من هنا أنا صح؟ إلا لا جيت من هنا. أوكي جيت من هنا. يسار ما في شيء، يمين ما في شيء. وحصلنا هالخاتم. A ring made of copper engraved with a spider or أو نحطه في الباب، الباب اللي عليه تمثال المرأة أو صورة المرأة. كل شيء مقفل. اتوقع يبغى نركب بالدرج او من الدرج. ما نقدر نروح الطابق الثاني. اوكي ماريا فكرت ايش عدو. اوه مطر. What the hell is that?
Sorry. Oh, هذا البركة. اتوقع هذا انفتح معناه كلهم مسكرين. ثلاجة. Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? Yes. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Mantin little girl, حبيبة المش. وش كبرش. Fine. خاتم. خاتم ثاني. Not very cute, is it? Here, why don't you take it? Thanks. Lead ring. So, where to now? Come on. I think I know where those rings belong. Oh, حن حطهم ها. Okay. Oh, في كلام هنا. She is an angel no one knows only. I can see the lady of the door. They cannot walk along her bridge of thread. They'll fall from the weight of their crimes. Like bloated and ugly corpses, their sins, she devours them. Sin and sinner alike, she saves me as she's an angel. James? What's wrong? Let's just get out of here, okay? Let's go. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just... something doesn't feel right. Come on. Let's go. It's not gonna be fine. It's done. Sick no more. نحفظ مرة ثانية مو مشكلة عشان لا نرجع. بننزل إلى أعماق تحت أعماق المستشفى. أوه. ما عندنا خريطة.
ماريا؟ Boom. Come on, hurry! By Maria, I guess. Oh, have her music. Survived the chase in the Brookhaven Hospital. James Hazen. عايزين بس ما يمنعنا نسوي لوت. ناخذ اللوت. اوه احنا في ال شو اسمه اوكي دقيقة بس هل جيت انا هنا؟ جيت بس مو في عالم النايت مير. مو في مفتاح هوسبيتال انترس كي حكي عشان نطلع. لورا اوه ريني سايلنت هيل. اوكي حبايبنا بنوقف حلقة اليوم هنا بعد ما خلصنا جزئية المستشفى. كان معكم عبود بيجي وان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.